بسم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. ولا يرهق وجوههم، يعني الوجوه مش مساء ظلمات، وجوه دائما مشرقة، نورهم وسماهم على وجوههم منا يوحي لك بلي الإنسان هذا من أهل الرضوان من طرف الرحمن سبحانه وتعالى. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. صديق نصرهم با كم ديراج سمي على الاندينياسيون على كي سون فيدي دلور لمير دلور دينيتي. نعاود: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرى يرهق وجوههم قتر، أي شيء من الحزن، قتر ولا ذلة humiliation. Ils ne sont pas ternis par une humiliation de la part d'Allah le vrai maître. ولا ذلة أولئك، هذو مشكون أولئك، سننظر في ذلك بإذن الله تعالى في الفيديو التالية.